السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديونا راح يكون كيفية رسم الشعر. نختار مثال للرسم هو مثال رسم شعر رجل مسرح جيدا. أولا قمنا بجمع بعض الملاحظات من الصورة الأصلية التي سأبينها في التعليقات، بأن الرسمة أو الصورة الأصلية تحتوي على عدة درجات لونية يمكنك أن تلاحظها بالعين المجردة، ولكن قمنا بجمع ملاحظات من الطلبة أو الفنانين مثل الوعيدون. لذلك كانت ملاحظاتهم كالتالي: لمعان الشعر ليس بالمبحاث، وهذه ليست صحيحة. لمعان الشعر إنه بالمبحاث، لأن الرسم مرسوم بالفحم، لذلك يمكنك أن تقوم برسم لمعان أو شعر اللامع بطريقة سهلة جدا إن كنت تستعمل الفحم. إن كنت تستعمل قلم الرصاص ستكون صعبة قليلا. ثانيا، خطوط الشعر ظاهرة جيدا أجل في بعض الشيء، لأن الخطوط هذه تقسم لنا التدرج اللوني. الملاحظة الثالثة، الشيب مغطي الرسمة، هذا ليس شيب لأنه لمعان يمكنك أن تستعمله بالتدرج اللوني والمبحاث. ملاحظة رابعة، كل شعرة لها اتجاهها الخاص. أجل، لأن الشعر مسرح بطريقة جيدة ومستفزة للرسم. الملاحظة الخامسة، جهة الضوء من اليسار. نعم، جهة الضوء من اليسار جانبا هكذا. والملاحظة السادسة، التدرج اللوني فيه 4 درجات. يمكن أن نجد في الصورة الأصلية 5 تدرجات لونية، غامق جدا وغامق نسبيا، ثم فاتح، ثم فاتح فاتح، ثم لامع جدا. هذه 5 درجات التي سنجدها في الصورة الأصلية التي ستجدونها في التعليقات. الملاحظة السابعة، قلم الرصاص المستعمل مبري جيدا. قلنا في الصورة التي سنرسم عليها مرسومة بالفحم أو بتقنية جيدة جدا. قمنا ببعض التطبيق لرسم جهة معينة من الشعر، فمثلا الجهة هذه اليسرى فوجدنا فيها 4 درجات لونية، غامق، ثم لامع أو كلال، بينهما سيكون غامق نسبيا، ثم كلال، ثم غامق نسبيا. نقوم برسم أولا خطوط عريضة تبين لنا اتجاه الشعر، ثم نقوم برسم الشعر من المنبت إلى اتجاه هذه الخطوط العريضة التي قمنا برسمها، والقلم المستعمل سيكون نفس القلم الذي قمنا بتخطيط الرسمة به، ثم نقوم بزيادة درجة اللون. بعد ذلك انتقلنا إلى الجهة الغامقة، سنستعمل درجة لونية غامقة جدا، ستكون UV-36 حسب توفر الأدوات لديك، ثم ننتقل بنفس المواد من منطقة إلى منطقة في رسم الشعر بنفس التكنيك. أولا ستقوم برسم خطوط عريضة تبين اتجاه الشعر، بعد ذلك تقوم
برسم خطوط او ليريون تاع الشعر من المنبت الى الخطوط التي رسمناها. بعد ذلك تقوم بتسريح او ستامبي المنطقه اللي راح تكون كلاب او خافته اللون. ثم تقوم برسم لمعان الشعر بالنحات في اخر مرحله، ثم تنتقل من جزء الى جزء بنفس التقنيه، وستتحصل على رسم سهل واحترافي للشعر في ظرف دقائق. لاستفساراتكم دعوا تعليقات في هذا الفيديو، وسنجيب عليكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.